ممكن تلاحظ كيف انه انا كيف اشتغل من اجل المدرب العربي، اشتغل يعني كانما انا تلميذ، يعني اهيئ الماده على الكمبيوتر بالاستديو ثم اعيدها على الشاشه الكبيره عندي في البيت، اراقب الماده عسى ان لا يكون هناك خطا فيها او ما شابه ذلك. لاحظ انهم الان انت بتلاحظ ما موجود على ما موجود على الشاشة، ما موجود على الشاشة هو الحقيقة هو إعادة للأفلام، فأعيد الأفلام، يعني أعيد رؤية الأفلام وأعيد أشوف الأفلام وأشوف وين المشاكل بالأفلام وأنقحها ونقيها وأقدمها حتى لا يكون هناك يعني نقد أو لا يكون هناك خطأ. طبعاً الأخطاء واردة في التصوير والأخطاء واردة في الرسوم والأخطاء واردة في الحركة، لكن أنا أروح عبر مرحلتين، مرحلة التسجيل يسموها ومرحلة الفحص على شاشة كبيرة في بيتي، أفحصها فحص جيد قبل أن أضعها على الصفحة أو على صفحة الرابطة قبل أن أقدمها باليوتيوب للمدربين حول العالم. هذا هو العمل، ليس بالسهل. يعني هاي الفعالية تأخذ مني ما يقارب 45 دقيقة، لأن هذا أنيميشن بحركة. لو رسم رسمة بسيط وضعه وشرحه، لكن عندما يكون أنيميشن وبحركة يحتاج إلى وقت طويل. فالحقيقة يعني معناته هذا المحاضرة، أنه أسوي تمرين يعني أنيميشن شوف هذا الشكل، معناته هذا المحاضرة. وشوف الآن أنت على التلفزيون من تحط التمارين على اليوتيوب مالتي، على الشانل مالي، على القناة مالي يوتيوب اللي باسمي، وتشوف التمرين بس تجلس بالبيت والطالع، والتمرين التمارين كلها تعيد نفسها. شوف تنتقل التمارين من تمرين إلى آخر، من تمرين إلى آخر، وتكون تحت سيطرتك وتكون مادة جيدة، أنه تذاكرها، أنه تطورها، أنه تعدلها، أنه أنت طبعا التعديل والتغيير وزيادة التحديات هي من مسؤوليات المدرب. احنا نفتح الابواب ببساطة، اللي سميناه البساطة في التنظيم، البساطة في الفهم، والبساطة او السهولة في التطبيق. فكل ما كانت التمارين سهلة، كل ما كانت جيدة، وكل ما كانت عند اللاعبين قدرة على التعلم. تصعيب التمارين مهم، أي زيادة التحديات، لكن الوصول بالتمارين إلى ما يعرف ب يعني الوضعيات المعقدة ما محبس هذا، لأنه يخرج من نطاق قابليات اللاعبين أو الحدود القصوى لقابليات اللاعبين. فدائما أن تكون في منطقة وسط بين ما يعرف بالشيء الغير ممكن وما يعرف بالشيء الممكن. يعني بالعامية أن تكون كمدرب يعني لا تنقل فريق تمارين برشلونة وتطبقها على فريق ناشئين أو فريق، لا يجوز هذا. يمكن أن تعدلها، يمكن أن تغيرها، يمكن أن تغير مساحات، يمكن أن تغير عدد لاعبين وما تغير شرط تعليمي بيها وتعطيها للاعبين. أما أن تأخذ التمرين كما هو حتى تعد فريق مثل برشلونة راح تقع في خطأ كبير، وسوف لن تعد فريقا بتلك المواصفات، لأن الفروقات في نوعية اللاعبين. حتى إذا أنت فريق متقدم، البعض يقول أنا أدرب طريقة برشلونة، ما يفيد، لأن طريقة برشلونة تعتمد مثلا على سبيل المثال ماسترينج أوف ديسكوم، كلهم عندهم مهارات واصلة للقمة، أنت فريقك ما عنده مهارات واصلة للقمة حتى يشكل مثلثات سريعة، مثلثات بساحتك، مثلثات بساحة المنافس، ويلعب التكنيك بالسرعة العالية. فدائما أنا أفحص أفلامي كما تشوف أنت، أنا جالس اليوم إجازتي مسترخي ومرتاح وأراجع الأفلام وهيئ أفلام جديدة، لأن أنا الحقيقة أشعر بسعادة بالغة لكثرة الاتصالات ولكثرة الرسائل اللي مو اللي تمدح يعني اللي تمدح الصفحة واللي تمدح الرابطة ونتائجات الرابطة اللي أنا متعلقة بيها كليا 100%. وهذا شيء جيد، شيء لله سبحانه وتعالى أنه تقدم مساعدة لناس يمتحنون هاي المهنة وتكون يعني يدعون لهم
وهم طبعا المدربين كلهم مدربين جيدين ويتعلمون ويحبون التعلم. المدرب الجيد هو المدرب اللي يعتقد انه وصل هو الى اعلى مرتبه. انا يوميا اتعلم، يوميا اشاهد، يوميا اتابع وما اشبع، يعني كالجوعان ماكو للمعرفه والعلم وللتطورات وللمناقشات ولما يحدث في العالم. يعني comprehensive knowledge، يعني انا عندي اريد اخذ المعرفه الشامله بهذه المهنه، لان من واجباتي ان اخذ المعرفه الشامله. بتلاحظ انه انت انه هاي شاشه كبيره، واراجع الموضوع ويصير بي تنبيه ضروري، ويصير بي تعديل، ويصير بي بعض الاحيان نسوي بي تطوير. يعني ناخذ التمارين، انا شخصيا انا ديزاينر زين، مو انا اقول احد قال لي، قال لي انت دكتور موفق ديزاينر كل الزين، يمكن ان تفيد باتحادات متقدمه مو عربيه. قال لي انا هاي ماده يعني ما منقوله منه. قال انا اتابع كل ما موجود على اليوتيوب، كل تمارينك جيده ويعني ما منقوله، ربما فيها شبه. قلت له كره القدم كلها شبه، لو تاخذ صورة في يوم من الأيام لعشرين ساحة، كل ساحة في الدولة تشوفها مشافة، الإحماء والألعاب المصغرة وثمانية ضد ثمانية، واللعب في ثلاث أربع ساحة، واللعب ساحة، اللعب على أربع أهداف، لا يوجد شيء جديد. لكن التنظيم هو المهم، وكيف تدرب المهم، مو ماذا تدرب. إحنا قلنا مو المهم ما تدربه ثمانية ضد ثمانية، المهم كيف تدربه ثمانية ضد ثمانية مثلا على سبيل المثال. فهذا مهم. وهاي شوف الانتقال بالتلفزيون، يعني شوف يعني انا كل افلامي اضعها يوميا اطالعها، افلام كثيره يمكن وصل هسه اكثر من 750 كليب، 750 كليب شخصي. هذه ثروه، ثروه كبيره للانسان الحمد لله. هذا طبعا فضل من الله، يعني الله اذا اراد يرضى عليك يعطيك حكمه ويعطيك عقل. العقل موجود يعني يطور، والحكمة موجودة أن جعلت هذا في سبيل الله، يعني صدقة جارية إن شاء الله يقبلها مني رب العالمين. إذا فادت شخص واحد محتاج أكون أنا سعيد، شخص واحد كل النتائج إذا فاد شخص واحد كان في حاجة لها فهذا فضل من الله. فشوف أنا أعيد وأكرر وأراقب، وأجلس هنا أنا في مكتب صغير عندي، يعني سعيد انه اقدم خدمه للناس خارج دوامي الرسمي. يعني انا ما اشتغل اثناء الدوام الرسمي لان حرام، فمتفرغ لدوام الرسمي. وان شاء الله تصير فرصه ان نزيد من حجم ونوعيه هذه الافلام، من ناحيه الصوت ومن ناحيه الصوره ومن ناحيه العرض، ومن ناحيه اخرى تسمى بالادفانس تريننج، التدريب المتقدم. التدريب المتقدم مهم، مهم جدا. أنا وإن شاء الله جمعة مباركة على البشرية وكل أصدقائي أحبائي طلابي طالباتي اللي درستهم، اللي كنت فخور بيهم أين ما يكونوا في العراق خارج العراق. تأتيني رسائل يعني كثيرة من ناس تغربوا وتهجروا وهاجروا، وأقول لهم أي شيء تحتاجون مثلا وبإمكاني أنا، لكن كلهم أحوالهم جيدة وأحوالهم زينة، إلا البعض طبعا ما في واحد مرتاح 100%. مثل ما أقول إحنا هنا نقول How are you؟ نقول 50-50. أهل سامي يقول 50-50، 50-50 زين و 50%. ماكو واحد مرتاح 100% حتى وين ما يكون، حتى أي مكان بالعالم. الظروف الاقتصادية على الناس صعبة، الظروف السياسية صعبة، في ناس تفرق، في ناس تجمع. الناس التجمع هم الناس اللي يفكرون بالمستقبل، المستقبل مهم. فالأفلام اللي أنا أضعها شوفك يعني على التلفزيون، الأفلام اللي أضعها كانت تدروني قاعد باسترخاء كامل على يعني يوم راحتي وبعد الصلاة والغداء، حد يقعد يطالع يشوف شكو بالعالم ويرسل رسائل للناس، رسائل ذا منفعة، ويستغل الكمبيوتر ويستغل الإنترنت اللي صالح البشرية لصالح الناس، ما يستغل هالاستغلال سيء وبعادات سيئة، بالعكس يستخدمها لتطوير العلم والمعرفة جيد.
أن يكون موقع عندك أو كان لتطوير الطب، موقع لتطوير الهندسة، موقع لتطوير الزراعة، موقع ممتاز ممتاز، لأن 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 على الأقل تكثر معارفك، الناس تعرفك، تعرف إمكانياتك، تعرف بعض الأحيان الإنسان متمكن جدا لكن ظروف عمله ما تسمح له بأن يعرض. لاحظ أنه الآن الفيلم جديد، كليب جديد، كليب جديد، كليب جديد، راح يستمر هذا الكليب لما يطلع عن كل الكليبات مالتي، يعني يحتاج نهار كامل حتى يشوفهم، فأراقبهم، أراجعهم، أطورهم، وأتكلم بلغة كرة القدم، والله 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 من أجل أن يعني أساعد المدربين العرب، ونكون إحنا العرب يعني مو فقط مستلمين للمعرفة، لا، نصدر المعرفة، وإحنا قادرين أن نصدر المعرفة. وأنا ذكرت بدأت الآن بدأت المواضيع مالتي، يعني قبل فترة كلمني واحد من أمريكا وقال لي أنا كذا 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 أراقبك وأراقب كل الكليبات مالتك، عندنا عنده أكاديمية يسموها ستار أو سمثينج لايك ذات، والولد معروف يعني جو لوك سبورت، إنسان محترم محترم، أنا أعرفه طبعا من زمن قديم من كنت في أمريكا، بس إنسان عجيب بشخصيته باحترامه، الحين كبر هو، يعني حاولت أجيبه يشتغل هنا، هاي قال ما أقدر لأن بناتي كبرن وكذا وكذا، لكن هو كان من الناس اللي يناقشني وأنا طالب، يعني يقول لي أنت يعني أنت أحسن من عندنا، أقول لك كيف أنا أحسن من عندك، يقول إحنا كرة القدم حديثة عندنا في أمريكا بالثمانينات، يقول فتعال أروح وياه وكذا، ويجون مدربين يتعلمون، وإحنا متقدمين يعني عندنا معرفة، فمن نسوق معرفتنا لإخواننا ولأبنائنا العرب وبالمجان بدون مقابل، هذا فضل من الله، يعني الله منحك فرصة لا مثيل لها أن 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 يرضى عليك. فإخواني أنا أتابع وراجع وبعض الأحيان يقولون نصلح هاي ونصلح هاي، وهاي رقم 10 ناسيها، أقول أوكي كل شيء يحدث، كلمة كوبيرايت تنفصل، كلمة كوبيرايت ترجع، أحد الأخوة قال لي الفوتبول بالكتاب لازم بعد ناقصة صحيح، وهذه تبس نصائح من أصدقاء محبين ويعني يساهمون في تصحيح الأخطاء، يعني الأخطاء الواردة طبعا في حرف، في كلمة، في التسجيل ليس بالسهل. تشوف كنا أنا أسجل أول مرة، أسجل أخذ شرعيا تطبيقيا، أعطي مدربين اثنين أقول طبقوا لي هذا وأعطوني من 10 النتيجة، دائما عندي مدربين أقول طبق هذا اليوم وأعطيني من 10، كم تعطي من 10، ونطبق ونشوف ونعدل وكذا، من أجل أن تكون هناك معرفة تدار بين المدربين العرب إن شاء الله تعالى.